من الخلف لبلال يوسف، بلال إلى الأمام، ممتازة باتجاه في رأس العربي، خطيرة، ممكن جول 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 الثاني عن طريق فراس. كرة تصل من جديد إلى الجهة اليمنى، بينير علي مدن، وصلت إلى وليد أسار، وليد 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 في الجول، حتى لفراس بالعربي خلصها، فراس بالعربي خلصها. يتقدم مبوبو، خطيرة عرضية، جول خطيرة، ممكن فرصة، هي هي جول. ورسم الأحزان يومها على الرجل طبعا غوران الذي كان حاضرا. عندنا الكرة الآن موجودة، عجمان يهد، الله الله، في بدايات الشوط الأول. الآن يتقدم، فرصة لعجمان، خطيرة للبركان، هذه محاولة، الله، تمريرة جميلة، محمد هلال يتقدم، محمد هلال يأتي بكرة، تصويبة لازالت خطيرة، يا ستار، لعيب لعيب لعيب. البركان، البركان في شوط واحد يبحث عن رباعية تاريخية في شوط واحد. الله يا معلم يا معلم يا معلم يا كبير. البركان قد يبدأ المهمة، قد يسجل في هذه اللحظات من الكرة الخطيرة، التصويبة، هي جول. ضربة حرة مباشرة لمسرحة نادي عجمان، الكرة من فراس، وهذا بالتقدم، يا سلام يا فراس، يا سلام. كن حاضرة وبشكل كبير في هذه المباراة، لأن آخر مباراة عاد فيها، أوهوهو، خطيرة بالعربي، جول بالعربي، جول، يضع هدف التعادل. فريق نادي عجمان العنيد، الفريق البرتقالي الباحث عن تسجيل أهداف في هذه المباراة، كرة فيها تسديدة، أوهوهو، بالعربي مرة أخرى لفراس بالعربي، يا سلام على تمريرة، هذا مينا، مينا، جول 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 جول، الله الله الله. عربي وحيدا أمام ثلاثة لاعبين، ثلاثة ضد ثلاثة، هذه تبدو خطيرة، بالعربي جول، بالعربي جول، بالتونسي جول، بطولة الدوري القطري، هدف في بطولة دوري عبر التاريخ. كرة في الجانب الأيمن لياندرو، تمويه في المرة الأولى، أوهو، عجمان يحاول مينا تمريرة، كرة في وجهة المرمى، لياندرو، لياندرو داخل منطقة الجزاء، لياندرو بالعربي، الله، خيال. يوسف بلال في وسط ملعب المباراة، بلال في مكان تمرير، الكرة بالعربية، الله، على الاستلام ودوران الكرة، بلال يوسف يحاول، بلال يفكر بالتسديد، يسدد، كرة وصلت، محمد فراس، 1-0 فراس بالعربي. محاولة الآن، في مباراة الفريقين الوحدة والفجيرة في الشوط الثاني، هذه التمريرة، هذه العودة الممكنة، هذه التصويبة، يا رب، الكرة في الشباك، هدف يقلب عن بدايات ماجد ناصر في هذه الإمارة، بل يقابل الفجيرة، وعندنا كرة خطيرة، جول جول جول، الله الله الله، اوهو. تروس يلعب الكرة لروزا على الجانب الأيسر، بدأ الفجيرة يتحرك، تسديدة قوية، جول جول. اللاعبين اللي تشوف الحركة الآن، اللاعب اللي نايم على الأرض، هذه يعني ربما يقول لك يلعبها تحت، تصطد، بالعرض، روزا روزا وقبل منه صمويل، العب له، حلوة يا ولد، خطير في صايد، شوف صايد يا ولد، ولد الثاني، عالمي عالمي الفجيرة، جول ثاني رهيب، عجيب، جميل. عقاريدو الإسباني الآن موجود، فراس، فراس في التنفيذ، فراس، فراس بالعربي، فراس، والهدف الثاني، والهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. الكرة يراوغ محمد إيهاب على اليمين، ياخذ راحته محمد يربح الأمتار، محمد إيهاب لمساكني، فراس بالعربي، الهدف الثالث للنجم الرياضي الساحلي، ممتازة جدا. من جديد
واحد اثنين مع داروين جونزاليس يلعب لوجدي كشريتا، وجدي كشريتا يرفع الكرة بل هدف في رسم العربي، خامس اهداف النجم الرياضي الساحلي. زياد مغطاس في محور دفاع الاتحاد المنسيري، كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، خطيرة عملية هدف ثاني، وهدف الثاني، هدف الثاني رغم محاولة بشير بن سعيد في رأس كشريدة، ودائما الهجوم للنجم الرياضي الساحلي، الكرة الحازم حاج حسن ثم المثنين يلعب في رسم العربي، يحضر الكرة، هدف ممتاز جدا. هدف مخدوم امام اولي اوندو في راس بالعربي 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 في راس في راس بالعربي، الثالث الثالث للنجم الرياض. كريم كريم كريم، الحارس متقدم يا كريم، الشبكه فارغ يا كريم، التمهيد كره لي في راس بالعربي، السادس السادس للنجم الساحلي في ستيف مروان السعيدي، يوسف الزهري وبلال بن ابراهيم، هذه تشكيلة المدرب لنادي المقراني. والهدف الثاني والهدف الثاني في بلمسة واحدة بدور الحازم الحاج حسن في منطقة الجزاء، حازم الحاج حسن صدام يعاود يرجع من جديد في راس العربي، والهدف الأول لنجم الرياضي الساحلي ضد فريق ضد فريق السابق. والملعب القرشي بدوره عنده دربي ضد مستقبل قابس، ترجع الكرة خطيرة خطيرة، وهدف هدف أول لصالح النجم الساحلي بإمضاء في راس بالعربي. وترجع الكرة طويلة للشبيبة القيروانية، يقطعها على دحنوس، كرة الهدف الأول والهدف الأول الهدف الاول لشل النجم، وعلى مستوى كذلك الفاعليه في مباراه هذا المساء. كره تعاد الان وتصل في وسط الملعب لكن بالخطا، وهذه خطيره والتسديد، الله الله كي يسحقوه لتوالي تسحقي وتسحقوا جمعيته، وهذه كره لصالح النجم الساحلي مرعي، هل يكون الثالث؟ خطيره الكره والهدف الثالث والهدف الثالث في راس العرب. المحتسب بدل رضا، تمشي هذه الكره في اليمين، محاولة لمصلحة النجم عالية، والهدف الثاني جول ثاني للإتوال. الضغط العالي يصبح في العملية الأخيرة، الضغط العالي من جسم الحمدوري يربح على الكرة لشكون عند اللاعب، ممتاز جدا ممتاز جدا، التعادل في راس بالعربي في راس بالعربي، يعدل النتيجة للنادي. وترى وترى مع العنلي عنلي بالفكرة إلى في راس بالعربي في راس بالعربي، خطيرة ممتاز بتغيير، لأنه المدربين احتموا هذه العملية. زياد العنلي يعمل مراوغة خطير، العنلي يسدد وخطير في رسم العرض، وهدف ثاني. واحد اثنين في منطقة الجزاء، خطيرة العملية الأخيرة، التوزيع وبالرأس في مرة أولى من مهدي الرصايصي، وفي مرة ثانية من صديق المجري الأولى، تسديدة في المرمى. اي 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 اخيرا للمنتخب الوطني التونسي، هذه كره داخل منطقه الجزاء، ابراهيم وترى وترى مازال اختار كره الهدف الثاني للنادي البنزرتي، الهدف الثاني للنادي البنزرتي.